ووصل لهم الرسالة اللي أحياناً المسرح بيوصل. حقيقي الوقت بقى فيه وسائل التواصل تانية كتيرة الإلكترونية وغيرها، لكن أنا بعتقد إن المسرح مهما كان هذه الوسائل الفيسبوك وتويتر والناس بتتواصل مع بعضها، لكن من خلال المسرح التواصل اللي بيحصل بين المسرح الخشب نفسها والجمهور، انا بعتقد ده نوع خاص مش هيقدر التواصل الالكتروني ان هو يعني ياخد مكانه. انا بقول من قوه المسرح احيانا ان هو بيتخطى الخوف عند الناس. يعني في بلاد كتيره في وقت كانت فيها ديكتاتوريه شديده محدش يقدر يتكلم، المسرح استطاع ان هو ينقد ويتكلم كلام ما يقدرش مباشره يتقال او ان هو يتقال، لكن من خلال المسرح كان بيوصل رسائل للناس ضد الدكتاتوريه وضد الفاشيه وكده. عشان كده لما بنقول الحمله بتاعتنا اسمها ما تخافيش، طبعا احنا ما بتكلمش على المستوى السياسي الكبير ان المسرح بيخاطب دكتاتوريه وكده، لكن هي في مشكله عن البنات الصغيره خصوصا. يعني يمكن خلينا فكرنا في الرساله دي ان ما تخافيش، ان في يعني من قريب حصل يعني في مشكله وظاهره انتشرت في يعني عنف بيقع على مش بس المراه الكبيره في السن لكن المبلغ، لكن على البنات الصغيره لما بيقع عليهم عنف في اماكن مختلفه، وخصوصا كان في المدارس، ودي كانت ظاهره كذا حاسه سمعنا عليها، ان اللي بيزود المشكله ان البنات بتخاف تتكلم عن الموضوع، او حتى الكبار لغايه دلوقتي. يعني احنا بنعرف ان في حالات تحرش وفي اعتداء وكرهوت، لكن لان المجتمع متحيز ضد المراه فبيحط اللوم على الست اكتر ما هو يحط على المعتدي فبيخاف. فالمسرح اداه كمان ان هو يخترق الخوف ده ويوصل رسائل للجمهور وللي هيشوف المسرحيه دي من الستات ومن البنات الصغيره ان ما عادش في مكان للخوف.